يا شباب اديكم قصه السياره بلا مويه. قول دخل يوم انا وزكريا طالعين طريق المدينه، تخيل ايش حصل. ايش السياره ما فيها ولا قطره مويه، مويه اللديتر خلصت علينا. اشرف تندى معاكم؟ ايوه كان معانا في الخط ماشيين سوا. المهم انقطعنا، ما في مويه، فين مويه؟ ما في مويه، ندور مويه ما في مويه. افتكرنا عندنا طبق بيت في الشنطه، بيت بلدي يحب قلبك. المهم والله نشيل طبق البيت نحطه في الشكمان بدل ايه؟ بدل المويه. مشينا شويتين تخيل الشكمان ايش يطلع؟ ايش؟ شكشوكه. السلام عليكم. سلام نظر. واحد صفر. فقي وخر. ايش جاكم انتم؟ هلا والله بالمنقبين. سلامات. مصدقين انه في كورونا؟ حبيبي انت ما تشوف الاخبار؟ اشاعات يا حبيبي، هذه لعبه كبيره اكبر منكم. وليش يلعبون علينا؟ عشان يتخلصون منكم من اشكالك، يقنعونك بالتطعيمه هم من الطزها، وبعد سنتين تموت انت وياه، وما يبقى بالعالم الا الاذكياء مثلي. ابوك الخوف البطل. يا ولادي فكري خلني الحق على موعد الجرعة الثانية. اصبر يبا، الحين بثبت لك ان اللقاح حقهم في مغناطيس. شف هذه ملعقة من حديد، نضعها هنا. ثبت ولا ما ثبت؟ الحمد لله على نعمة العقل. طب دقيقة، الحين وش الفائدة اذا خذينا اللقاح وعامر ما خذه؟ مشينا. يا يبا كيف تضحي بالعائلة كلها وتسمح لهم يعبثون بالحمض النووي حقنا؟ وانت تعرف وش معنات الحمض النووي؟ الصدق لا، بس انا متاكد انهم بيلعبون فيه. بعدين تدري يا يبا ان اللقاح هذا ما اخذ حقه بالاختبارات؟ والله لو مو بآمن يا حكومتنا ما دخلها للبلد. انا علمتكم وانتم كيفكم، ترى بتموتون بعد سنتين في جماد الاخر يوم 6 الساعه 6، انا قاريها بتويتر. طب الحين لو كل العالم ماتوا تقعد لحالك ايش بتسوي؟ اجلس لحالي وفلها واخذ اغراض العالم كلها وجوالاتهم وسياراتهم واستانس. مشينا. وخر. كيفكم؟ انا علمتك يبا. مين؟ ستندمون. اذهبوا الى لقاح الموت. اي مين قال سينما؟ سينما وقت كورونا. لا تخاف يا ابن الحلال، ما يدخلها الا المحصرين. يعني الموضوع يدق؟ لا ترد، خله يدق لين ينهبل. طيب يا حبايب، دام الموضوع فيه له سينما، انا قبل السينما بدي اضبط احلى برد شاهي. حط حبك معك. ها اوف اوف اوف، هم يعطيني مشغول ذا الورع. انا اوريك يا شكش. طيب خلنا ندق على السبك كفته. المنبوه يتصل، اقفل في وجهه. لا يا ابن الحلال، اسمع رد عليه وصرف اي تصريف، لان لو ما رديت عليه بيدقدق لين يصدن ويفقع روسنا. هلا عامر. هلا كفته، شلونك؟ الحمد لله بخير. وينكم؟ ادق عليكم لي كم يوم ولا تردون ولا شيء. مشغولين. مشغولين بوشو؟ انتم بالاستراحه؟ لا احنا منا في الاستراحه. انا في الجنوب وشكوش في جدة، عزوز في مكة، ياسم نعرف فيانو. على الشاهي عجب، نعنا على الشاهي عجب. يلا عامر، أمي تناديني، هيا مع السلامة. أجل مكفتة بصوت عزوز، أنا أوريك يا كفتة. المفوجة! اسرج! اضغط!
اطلع اطلع اطلع. كمنا تفضل 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 تفضل. توكلنا يا ابوي توكلنا. ماني بداخل بس بكلم العيال. انا اوريك انت وياه. يا ابني سري لك، روح اطعم زي الناس والبس كمامه بعدين تعال. لا يا شيخ، شايفني زيكم ملعوب علي. ايه عمده لا تدخله، اشتهد المبوء هذا. من غير توكلنا ما في دخول نهائيا. انا داري بس النت فاصل ولا محمله ومطعم وكل شيء. عادي اوريك يا بكره. من غير توكلنا قلنا ما في دخول نهائيا. اجل توكلنا على الله. من جدكم؟ يعني أجلس الإجازة كلها لحالي؟ والله ما نقدر نمسك خط أكثر من 1000 كيلو سيارة واحدة مع واحد موبو. يا وليدي الإجازة توها، يعني يمديك تاخذ التطعيم وتجي معنا. بعدين الإجازة هناك ما لها أي طعم بدونك. لقاح ما نبماخذ خبل. أنا خبل عرض نفسي للتهلكة؟ ما نبخبل أنا يما. وخر عنا يا معامل، وخر عنا. بسم الله عليك، أنت مسخن؟ لا ما فيني شيء. أحب أبشرك مش كورونا. داري، أصلاً ما في شيء اسمه كورونا. طب اتفضل بس كده البس الكمامة. ألبس وشو؟ البس الكمامة، أنت في مستشفى ومش مطعم ودواء بقى ما فيش فيه هزار. دكتور وملعوب عليك بعد. الله يخلف بس. هلا في العينين، هلا ولد عمي هذا توه جاي من الرياض. انا جاي من الرياض، سمعت انه في كورونا، قلت بجي اطمن عليه. اي كورونا يا حبيبي انت لا تصدق. ها شوفوني مخالطه جنبه، وين الكورونا؟ يا عياتر هذا ما يومه بشيء اسمه كورونا. ابدا ما امن بكورونا وكح بالله كح فجأة. هلا بالعيال. جلسنا جلسنا. يلا. حيا الله من جانا. الله يحييك، عاد تدري انك عاجبني. لا لبست كمامة ولا سويت احترازات ولا صدقتهم. جايتن كورونا أنا قبل. لحول حتى أنت ملعوب عليك يا حبيبي. ما في شيء اسمه كورونا. وش لا ما أبوه، وأنا جايتن قبل والحين أنا بكورونا. تراي أنا كنت مثلك ما أعترف بالاحترازات ذي. انفلونزا، هذه انفلونزا يسجلونها حالات كورونا. وش فيك أنت؟ لا تصير خبل مثلهم. ها قد شذا؟ أكيد يا ابن الحلال. علشان هالعنوة غداك بذا. لا والله ما يمديها يا ولد العم. أنا جايك صد رد من الرياض، عندي اشغال، لكن شوف الوالد بحب راسه. ابشر الحين نشوفك الدرب. ديري بد ديري بد يمه. يبا ما قلت لكم انه ما هي بكورونا وكذبه. عامر روح الغرفه لا تطلع منها. وليش زابنا ورا الكنب؟ شفتك مصور سناب مع صالح وهو مصاب بكورونا. لا تقرب، انت شكل خطر على العائله. ايه يعني الدعوه تحجير ها؟ لا تقرب. انا رئيس التحجير لعب. تحجير، انا علمت الكورونا، انا الرئيس. يا مريض. تعالي. المريض انت اللي يفكرون في كورونا. والله يا البليه العالم صدقه. لكن بكره يندمون ويعرفون اني انا الصح وهم الغلط. بعد إذنك. الحمد لله بس. يعني وشلون؟ ما أقدر أشوفه ولا حتى أكلمه؟ ما أنت بشايفته. لا ما يعقل ويصير رجال ويطعم ويلبس كمامة بعد. مكرونة وسلطة وعصير تحركات. طبعاً
يعني ايش فكك ما في الا تكسير كم 2 و4 تعادل